كما شاهدنا في الحلقة الفارطة، التحقوا 8 متشاركين من ليبيا ومن تونس بالمونتورز متاعهم، وعن طريق القرعة اختار كل من عبد العزيز وهيلة أعضاء الفريق متاعهم، ثم اكتشف عن طريق قرعة أخرى كل فريق على الموضوع اللي باش تعمل معاه واللي باش يحاول يفوز به بالمسابقة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أكشن. أكشن. اليوم بدينا في بارتي نتاع برين ستورمينغ باش نحاولوا نفصلوا السوجي نتاعنا ونخرجوا بسيناريو. اكثر حاجه فكرت فيها ولازم نركزوا عليها ان الفكره لازم تكون سمبل. احنا الفكره العامه عندنا جست تو لازم انك ندخلوا ديب شويه، يعني نبداو نتعمقوا باش نفهموا كيفاش باش نبينوها بطريقه ارتستيك وماهيش كليشي. انا السوجي خليني خام اكثر انها تكون حاجه مش دي بيرسوناج وبرشا ديالوج، وكل تكون حاجه سيمبوليك نجم من في اسباس واحد. فكرة جميله بالعكس، حتى السيمبوليزم في الافلام حاجه مهمه جدا جدا، بالذات المكان اللي احنا فيه في عرم حاجات يعني نقدر نستخدموها. توا العالم تاعنا توا نبدا نفكر. والله هما بدوا بحماس على طول انهم يبدوا يكتبوا حاجه، لكن عشان يلاقوا حاجه كلهم يتفقوا عليها هذه كانت الحاجه الصعبه. وهذا الثيم بتاع الجروب بتاعنا، ثيم تخالف الافكار، كل واحد يبي هي الفكره بتاعته بطريقه ما يعني، ولا بينزلها يعني. الكلمات اللي بيهم الفايده في الخدمه هذه هما الايمان بانفسهم، يعني ايمان الشخص بنفسه، وفما العقبات والتحديات. كل واحد خمم في حاجه يجي يحط، كي مشي تكتبوا على التابلو ديجا لعبت كل باش تخمم في الافكار الكل مع بعضها، وعمتكمش تزيد على حاجه من هكا ونبدا. هو راه اول ديفيكولتي اللي احنا الموضوع نتاعنا يظهر ساهل برشا، مي الي تيلمون لارج، يعني واسع وشاسع، انه 200 الف فكره نجم تكون فيه. موضوع عام جدا، ما عرفناش كيف نحصروه، ما عرفناش هل نحصروه على البلدين اللي احنا فيهم او نحصروه على العرب او على العالم. مجموعه اشخاص، ثلاثه او اربع اشخاص، كل حد تلقى عنده رسالة، أما كل حد فيهم يقول النسخة اللي عندي هي الأصلية. عجبتني الفكرة وعن بروب على الفكرة. عندك حاجة تحب تضيفها؟ أول اعتراضات عادي. لا ما عنديش اعتراض، أنا جست نحكيو أكثر في التفاصيل الديتاي، هذا مش الواضح. معناها مش خلاص هنا وسكرنا، لا مرات بعدين يجينا أفكار ثانية. طبعا هذا الهيكل، هذا الهيكل معناها اللي مش تصير ولا حاجة. الهيكل بالكامل تمام، بس احنا توا قربنا في الوقت، لازم نقربوا الفكرة. كانت فما مشكلة في اختيار الكاتيجوري جونر اللي باش نخدموا به، معناتها الفيلم بتاعنا. كانت فما شوية نقاشات على نوع، اسكو باش نخدموا كوميدي، اسكو ثريلر، اسكو هورور. بعد معناتها ما وزعنا أفكارنا وتشاركنا، نجمنا معناتها نطلعوا باليدي الأخرى اللي هو باش يكون فيلم ثريلر. وسام قال ثريلر رسائل سحرية، صندوق سحري وشخصية سحرية مش تظهر في أول آخر الفيلم. معرفش وين هنا الحكاية. بون فيصل يشوف اللي هو فانتزي، وسام يشوفه ماشي ثريلر أكثر، أركو نشوف إنه فما ميك. لكن أنا مجرد مش مشات له في الليل وتعبوا قصة، شفت مكان يخوف مستحيل تنقمص فيه، فأنا ممكن طلع فكرة رعب. يعني تخيلوا أنتم من مشهد رعب اللي مشهد أنتم تتمنوا تقامزوا قدامه، كي أنتوا عجبتكم يعني كتخيل هيك. زي ما تمشي مع الفكرة هي باهية، زي ما تمشي مع الفكرة، كان لقاو الفكرة اللي تمشي معها سيجاوك باهي. الحقيقة فريقي باهي في حاجة، إنه يسمع بعضه، أما مختلفين. يعني عندي مثلا زوز، واحد لهنا وواحد لهنا، مثلا واحد يقول لك أنا نحب فكرة سهلة ما الإنجاز صعيب، والأخرى تقول له لي أنا نحب الفكرة صعيبة ما الإنجاز سهل. اختلفنا من ناحية الفكرة، لكن ما كانش اختلاف يعني بتاع تعصب أو لا هذه فكرتي ولا هذه فكرتك أبدا. انا مش نصور، زعما تقول كان انا باش نصور واصل سينيماتيك ما نجم الكادر خير. والخلفيه 22 جايزه دوليه ما تزيدش. ماشي انا مع تبثيقتي حاسب خدمتي. انا من 2009 عم كدري، انا حاسب ما نعرف وحاسب تجربتي وحاسب السي في بتاعي، نعرف اني انا معناتها كانت عندي الابر هاند يعني الاولويه.
نجموا معناتها الكادر نقرروه مع بعضنا واحد برك يصور، مش لازم انت تشد التليفون بيدك. انا في طايري نبيع في الكلاب وصف المعدنوس ومش نخدم اكتر. حسيتها بصراحة انه تصرف طفولي شوية، كي بدأ معناتها بدينا نحكي وقال لي انا تمثل بركة وما نعرفش وما نعرفش وخبرة سنين كلها تحت في الماء. مستعد يتنازل معناها خلاص. بسيليش خلي الكاريير متاع الخدمة متاع التدريس وكل هذا الشيء بتاع نخدم اكتر. وسام في الاول قدم روحه على اساس مخرج، وقت اللي حكينا في المونتاج قال مونتاج وفي فيكس واديت وما يهمكنش في العملية، ووقت اللي حكينا على تصوير قال ما يهمكنش تنصورها انا. قلنا له شنو السبب؟ قال مادامي انا مش نعمل الفي فيكس فالاصح انه نصورها انا باش نعرف كيفاش نحطها. واللي هي في الدنيا الكل عبيد تصور عبيد تركب، واللي يركب مش اللي يلون واللي يلون مش اللي يعمل الفي فيكس. احلى حاجه تظهر في النص. غير ما نحكي خلي صوره هي اللي تحكي. كنت مخشوا مع بعضهم في الموضوع، نسيوا الجروب الثاني، نسيوا كان اشواق موجوده وصدام موجود. انتم مشاكل راهي هذه مو تحدي، ماكم تحبوا التحدي، ها تحدي. فتوى واحد منكم يقول انا بنصور بس عادي ما عنديش مشكله، والثاني اني هيمسك البوست برود. واضح. ها يا عمي فيصل هاي مش تكادري. طبعا اللي عملناه الكل قلنا نمشيو في فكره انه عندنا الشخصيه باش تمشي عندها الباركور هذاك، يعني الطريق هذاك اللي باش تمشي فيه للبقعه اللي هي خايفه منها، وبعد كيفاش نجمو نعاودو من غدوة نشوفو. دوك هذيك هي الفكرة اللي تفهمي فيها. لا نكملو في هذيك. بالنسبة للفكرة حاليا يعني شبه تخمرت وكل شيء متفقين عليها، قسمنا ما بيناتنا المهام. بالنسبة للموضوع متاعنا اخترنا الموضوع يكون كوميدي شوية. في الأول خفت أنا الحق، قلت لهم في حد دمه خفيف هنا، أنا دمي مش خفيف. فقالوا خلوها تحدي، بما احنا جايين نديروا في تحدي يلا نكملوها. طبعا لازم نغير الاجواء شويه، وبرضه احنا برنامج لازم يكون فيه انترتينمنت شويه. كنت فما فكره انه نعملوا كويز، فريق اللي باش يجاوب على اكثر اسئله هو اللي باش يفوز. كل فريق باش ياخذ جائزه، اما الفريق اللي باش يفوز هو اللي باش يختار الجائزه نتاعو. طريقه اللعبه هو اللي عنده الاجابه باش يطرشق البالونه. بعد تعب نهار كامل الحمد لله نزلنا breaking the ice شوية، خاطر كان نهار متعب برشا. لما تقعد تفكر هلبة في الفكرة عقلك حيدير ستريس، فكانت حلوة ان احنا طلعنا من ستريس هذا مشان لعبنا. ده عندي ولا عندك؟ خلبي لا 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 عشر. اول مهرجان سينما عربي؟ مهرجان الدوحة. ايام بارتاج سينمائية؟ لا اما اي ما تسميش مهرجان، اما هي صحيح يعني اقدم فعاليات نتاع السينما في العالم العربي. كيف انا على اقدم مهرجان عربي، وكانت الاجابه هما الايام قرطاج السينما، اي ما هي فيها لعبه صغيره على خاطر هما ايام ماهوش مهرجان. دونك هما كي قالوا الايام قرطاج السينمائيه قلنا لهم لا هو ما اسموش مهرجان، اما ميساج هي اقدم مناسبه دونك خذوا اللعبه. برافو الفريق تاعي. دوحة بيل بيكسل شنو مقاس فول اتش دي؟ شكون اللي قبل؟ ليه عاد؟ 1280 صحيح. السؤال الثالث يقول اعطيني فيلم من افلام هيتشكوك. سايكو. سهل السؤال. صوابعي فين نقولها؟ ترشق في بقعتك. في السينما مش تلفزيون، كم في صورة في الثانية؟ 24. ليه هو تتقبل؟ 24. اي ما حددتش الوقت. لا هي مرات سلوموش. اوكي. برضه 24. ليه؟ أعطيني اسم ممثل عربي مثل في هوليوود. أنت الأول. خلاص مصري عمر الشريف. عمر الشريف شبيني ضيعت اسمه. برافو فريق. برافو اي سيدي، مبروك عليكم فريق عبد العزيز، انتم يعطيكم الصحة ما خسرتوش. فريق الفيس يختار ما بين مشاركة زوز بروفيسيونيل معاه،
اللي هما من هم البروفيشنال الجيتار؟ والله البروفيشنال باهين برشا، باهين برشا لحقتها يا اما مونتور يعني عبد في المونتاج بروفيشنال اللي هو الاخ، والا ممثل بروفيشنال الاخت. حاسين المونتاج فوتو المونتاج خاطر مريقلين طول. احنا القصة مرات تبي اكثر كاركتر. ايه لا حسنا الممثل. ايوه نبغوا ممثل. قررنا ما بعد المشاورة. الاولى يا نختاروا هل. اختيار موفق. ايوه مبروك على الزوز فرق، مبروك عليكم على خاطر نتصور اللي هو افونتاج باش يعاونكم يعني يشجعكم. حلو حتى كيف بادين وحتى تشوفوا بعض. انا عجبتني زادة انه معناها انا باش نشارك معاكم ونشوف شنو صاير. زدت علينا اضافه هديه ثانيه استاذ عبد العزيز، يعني فرصه حلوه انه هو يشاركنا ويعطينا رايه، فنشوف فانا هديه الحق. هو راو اخوه والكل وعبد العزيز محليه وكل شيء، اما من الاخر فريقي انا هو اللي بشارك. كان نخسر خايبه ياسر عاودتها برشا مرات. باش نخدم معاهم هذاك مش معطيك سلمانه. شنو احسن طريقه كيفاش تتعامل مع انسان معناتها اول مره باش يمثل؟ بس لغايه توا نحسهم يفكروا في التكنيك اكثر. انا ما يحلفوا نفسه في الفكره. اكشن اكشن. مخرج اكليكسيون نجح. هبلتني في التورنيج والله، هبلتني في التورنيج. انت موافقه الحكايه؟ ماكش موافقه جمله؟ خذونا بالعين الفريق الاخر واللي خذونا بالنفس.